أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المواد الإخباري الجديد، تحياتي للجميع. إذا نبدأ بخبرنا الأول، الانتخابات، 5 أحزاب تدعو إلى مقاطعة التصويت. بنشوف الموضوع هذا بأكثر تفاصيل. إذا دعت 5 أحزاب تونسية معارضة إلى مقاطعة التصويت في الانتخابات الرئاسية المبرمجة ليوم الأحد 6 أكتوبر. إذا وقال حما الهمامي رئيس حزب العمال في مؤتمر صحفي، قال نتوجه إلى الشعب التونسي لترسيخ هذه المقاطعة وأحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع. إذن وتابع الهمامي، التونسيون سيصوتون يوم 6 أكتوبر لمزيد من القمع والمديونية والتفقير والديكتاتورية. وانتقد الهمامي حصيلة 5 سنوات من عمل السلطة الحالية متسائلا ما هي الحصيلة التي قدمها سعيد في عهدتها الرئاسية. وأفاد الهمامي، قال أن مسك رئيس الجمهورية بزمام السلطة في 25 جويلية 2021 عبر غلق البرلمان بدبابة، ثم إجراء استشارة واستفتاء على الدستور بنسبة مشاركة ضعيفة، لم ينظم انتخابات ديمقراطية وفقا لقوله. وبدورها انتقد الأمين العام لحزب التكتل خليل الزاوية التتبعات القضائية للمترشح للانتخابات العياشي الزمال، قائلا أن هدفها إفراغ العملية الانتخابية في مضمونها. كما ندد الأحزاب، أحزاب التكتل، العمال، القطب الاشتراكي وحزب المسار باستمرار بمسار تتبع الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين وغيرهم. إذن حما الهمامي قال هذه الخطوة العريضة للبديل الوطني الذي نطرحها. قال الأمين العام لحزب العمال حما الهمامي أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تدعو إليه الأحزاب الوطنية التقدمية يستند إلى بديل وطني ستتم مناقشتها بعد 6 أكتوبر المقبل، في إشارة إلى انتخابات الرئاسية. وقال الهمامي في تصريح لي قبل قليل على هامش ندوة صحفية عقدتها 5 أحزاب التقدمية أن ملامح المشروع سيكون محل نقاش بين مجموعة الأحزاب الخماسية، مضيفا أن خطوطه الأساسية تتعلق بإرساء نظام جمهوري ديمقراطي والذي يضمن الحريات والمساواة وحقوق التونسيين وفقا لتعبيره. وتابع النظام الديمقراطي يرتكز على اقتصاد وطني والذي سيوفر الحد الأدنى من الشعارات التي رفعها التونسيون خلال الثورة، وخاصة الشغل مع قطع دابر التبعية، مع تطوير وتغيير جذري للخدمات العامة بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والسكن، إلى جانب سياسة خارجية تخدم مصالح تونس والقضايا العادلة في مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي سياق متصل علق الهمامي على مبادرة تجميع القوى الوطنية والتي سيعمل عليها حزب العمال بعد الانتخابات الرئاسية القادمة. صحبة بقية الأحزاب التقدمية إذن مقرن أنه بوجود صعوبات في هذا الصعيد، مشيرا في السياق ذاته إلى بوادر إيجابية تتعلق بما وصفها بالهبة التي جسدت في المسيرتين التي دعت إليهما الشبكة التونسية للحقوق والحريات، والتي تعكس حسب قوله مؤشرات عن نهوض جديد. وأضاف، قال لا أعتقد التونسيين الذين قاموا بثورة سنة 2011 مستعدون للتنازل عن حريتهم وحقوقهم أمام نظام مستبد ديكتاتوري وشعبوية. هنا نحب نفتح قوس، يجب على النيابة العمومية أن تتحرك في شأن حما الهمامي، لأنه مش على رأس ريشة، أنه مع خاصة في أيام الانتخابات يخرج بمثل ومؤتمر صحفي لتغيير وجهة الشعب التونسي، ولكن الأغلبية باش نصوتوا للرئيس قيس سعيد، واللي باش صوت الرئيس قيس سعيد يكتب شكرا أحسنت، شكرا وألا شكرا واصل تحت الفيديو هذا. بينمروا للخبر الموالي، كذلك سمير ديلو قال لن نشارك في الانتخابات، تفتقد كل شروط المصداقية. إذن قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني المحامي سمير ديلو
أنه لا يمكن للجبهة المشاركة في مسرحية وفي انتخابات تفتقد إلى شروط المصداقية. وتابع ديلو في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم، وهاكم كما قاعدين نشوفوا المعارضة ما تعطي تصريح كان الوكالات أنباء خارج تونس، خارج تونس يعني وكالات أوروبية يعني بصراحة لإثارة البلبلة. إذن في تصريح كما قلت لكم لوكالة الأنباء الألمانية، قال المسار كان خاطئا منذ البداية، ومنذ وضع الدستور بإرادة منفردة واعتقال المعارضين وسجن بعض المترشحين وعدم احترام قرار المحكمة الإدارية في إعادة مترشحين إلى السباق الرئاسي. وكان حزب حركة النهضة أصدر بيانا جاء فيه أن المؤشرات المبكرة أكدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانها الشفافية. وتابعت الحركة لما تقوم هيئة الانتخابات المعنية بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي، بل إنجازات بوضوح لصالح أحد المتنافسين، وعملت على إقصاء أغلب المترشحين الجديين وحرمانهم من حقوقهم في الترشح. ولم يدع الحزب الذي يقبع زعيمها راشد الغنوشي وعدد آخرين من قياديها البارزين في السجن صراحة منتسبيه إلى التصويت لمنافسي الرئيس إسعيد أو إلى مقاطعة الاقتراع. وكانت أغلب الأحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها لخريطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس قيس إسعيد بعد 2021. ولما تتعدى نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 2022 11.22%، بينما تخطت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العام نفسه 30%. ويعارض القيادي المخضرم في جبهة الخلاص الوطني عز الدين الحزقي فكرة المقاطعة في الانتخابات الرئاسية هذه المرة، وأوضح أن ردة المعارضة يجب أن يكون بالتصويت المكثف، مضيفا أن البقاء على الرب سيعود على الجميع بالوابل. إذن في خبرنا اللاموالي الدستوري الحر، قالوا يوم 6 أكتوبر غير قابل للتصنيف في خانة المواعيد الانتخابية. قال الحزب الدستوري الحر اليوم أنه موعد 6 أكتوبر 2024 غير قابل للتصنيف في خانة المواعيد الانتخابية. إذن وأضاف الدستوري الحر في بيانه أن الموعد المذكور يفتقر إلى الحد الأدنى من مقاومات الانتخابات النزيهة والشفافة والحرة والتعددية والديمقراطية، وهو لا يعدو أن يكون إلا تتويجا لمسار تنظيمي وترتيبي وتشريعي وسياسي إقصائي وملطخ بالمظالمة والاعتداءات على الحقوق والحريات والانتهاكات التي تضرب أسس الدولة، ثم التوافق عليه بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وأطلقت يد هيئة الانتخابات لتنفيذه دون رقيب أو حسيب باستغلال النفوذ وتجاوز السلطة والاستقواء بالمؤسسة القضائية طارة والاستقواء عليها طارة أخرى. إذن وأكد أن الأرقام والنتائج التي سيعلن عنها على امتداد يوم 6 أكتوبر 2024 وما بعدها منزوعة الشرعية والمشروعية بصفة مبدئية، كما أنها لم تعكس الإرادة الشعبية والحقيقية باعتبار مصادرة حق فئات من الشعب في اختيار ممثليها نظرا إلى إقصاء مرشحيها، مما سيدفع البعض إلى العزوف على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وسيضطر البعض الآخر إلى تغيير وجهة التصويت دون اقتناع، واعتبار مصادرة حق فئات أخرى مهمة من الشعب لا تملك إمكانية استيعاب المعطيات القانونية والتقنية والسياسية المستوجبة للانتخابات الشرعية طبعا، وفي النفاذ إلى المعلومة بسبب التعتيم الرهيب وغير المسبوق والذي فرض على وسائل الأعلام العمومية وخنق الحريات بتسليط سيف المرسوم 54 على كل الأصوات المحللة للواقع والناقدة للمسار الانتخابي، وهو ما سيجعل تصويت هذه الفئات غير المطلعة على حقائق الأمور مبنيا على رؤية مغلوطة. هكذا أصدقائي نصل لختمة لقائنا اليوم، أبقوا معنا الليلة إن شاء الله مع 9:50 في بث مباشر. تحياتي للجميع، ولا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات الموجودة على الشاشة. إلى اللقاء.